العجب أن تلك القناة البائسة اتصلوا بي قبل 3 أيام، جاءني رقم من ليبيا ففتحت السماعة، ظننت أحد الإخوة الذين كنت أتصل بهم مرارا ولا يشبك الخط، قلت نعم سلام عليكم معك قناة الجماهير الليبية، قلت مرحبا بك، قال لحظة سيكلمك المسؤول، ثم حولني على أحد المسؤولين، مرحبا يا شيخ كيف حالك؟ قلت الحمد لله، ما هو حاصل عندكم؟ هل ما ينشر في القنوات الفضائية الصحيح؟ وهي ليست قناة واحدة ولا ثنتين ولا عشر، الكل أجمع على ذلك. قال يا شيخ هذا كله كذب، أقسم لك بالله يا شيخ أنه كذب، وتعالى الله عن يمينه وحلفه، يقول والله يا جماعة أقسم بالله العظيم يا شيخ أنه كذب، وأنه ما في إلا بعض المشاكل من بعض الشباب في بعض القرى، ونحن قد قضينا عليها وأعطيناهم بعض الحاجات وسكتوا الآن. قل طيب يا أخي، وما يقع الآن من صور نراها بأعيننا في القنوات الفضائية وفي الإنترنت؟ قال هذه كلها صور قديمة وهذه قنوات فضائية مغرضة. قلت يا أخي نفس الصور تعرضها الجزيرة والعربية وبي بي سي والإخبارية وكل القنوات تعرض نفس الصور، أتواصوا به؟ كلهم اجتمعوا على طاغوتكم. قال هذا كل كذب وهم ينقلون من بعض. قلت طيب المقصود ماذا تريد مني؟ قال نريد منك مشاركة هاتفية، لأن الشعب الليبي يحبك ويتابعك والشباب يحبون العريفي، فنريد منك جزاك الله خير مشاركة هاتفية تقول لهم اهدأوا وهذا ولي أمركم، أطيعوا ولي أمركم. قلت له بئسا في قولك وتفا على وجهك، وأنا أشرف من أن أزكي ذلك الطاغية، وعجبت والله من جرأته. ثم اتصلت ببعض المشايخ وإذا هم قد اتصلوا بهم أيضا.